الذين أذهب الله عنهم الرزق وفقرهم تثقيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما في اليوم الأخر إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب المجيد والقرآن الحكيم وهو الصادقين. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صَلَوَاتٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى साफ भी रखें और पाक भी रखें। ये सिर्फ नमाज के लिए